علاقة الأم بأولادها وشو ممكن يصير مع هالأطفال بعمر صغير، كيف ممكن يتأثروا فيه على عمر كبير. اليوم ضيفنا دكتور مرام حكيم يلي هو طبيب وعالم نفسي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. بدنا نحكي عن هالمواضيع لأنه مثل ما قلت لي ما في شيء بيمرق فيه الطفل هو وصغير وبينمحى، كل شيء رح يبين صحيح. بعدين وخصوصا صحيح. إذا كان مارق بصدمات أو بأشياء سلبية منذ الطفولة. شو فينا نحكي؟ بدي وسع شوي البكار لأنه كل شيء بيمرق فيه بمرحلة حتى الحبل. هالقد؟ نعم. أوكي. هذه مش معروفة كتير وبصير فيها تعتيم وبصير فيها جهل اثنين سوا. مثل شو بمرحلة الحبل؟ يعني حالات صحية ممكن تمرق فيها الأم؟ ممكن لحقلك. حالات صحية بتأثر على الأكسجين أو الغذاء. حالات جوع، حالات حروب، أصوات مرتفعة، مخاوف، مادة الكورتيزول والسترس هرمون بالأم بينتقل بالحبل السري للجنين، بيطبع دماغ الجنين باستعداد للخوف ولليأس بلا ما يفهم هالشي. ما بيكون يعني عارف شو صار معه، ما بيكون أبدا عارف شو صار معه، بس بيطلع بباب بيبكي ما بينام إلى آخره. محاولات الإجهاض، محاولات الإجهاض حتى إذا مش مرغوب الطفل بيصير في نوع من الهرمونات اللي بتنزل من الأم بتطبع الجهاز العصبي. إذا صار في طلاق، الأم طلقة جوزة أو تخانقت معه أو في ضرب أو شيء من هالنوع، كله هذا ستريس يلي بتتعرض له الأم. زائدا إذا صار في وفاة بتطبع الجنين باستعداد للحزن بعدين إذا صار ظروف معينة بعدين عكبر. نسبة قد يعني؟ ما عندنا أرقام لأنه هذا الفيلد صعب كتير، حتى في ناس بيرفضوا يصدقوه يعني. ولكن نحن بنشوفه هلأ خصوصا بس صار في سكانات ودراسات للدماغ، دراسات كهربائية وسكانات وإلى آخره، وصار عندنا كمان كبار يلي بظروف علاجيه معينه وكثير يعني محدوده هيدي بيقدروا يطلعوا نتف صغار من هالمشاعر. ما حقول ذكريات لانه ما في ذكريات واضحه، بس في ذكرى جسد يعني بحس بخوف، بحس بمشاعر غضب عكبر وبيقدر بيرجعها لهالمرحله هيدي. فعندنا كثير مصادر لهلا كلها عم تشير انه تقريبا كل شيء بيصير من مرحله الحبل. الولاده العسيره كثير مهمه وهذه معروفه احصائيا، مثلا الولاده العسيره لها علاقه بالفصام مثلا مش بس الجيناتيكلي ومش بس الهيدا، فكله بينطبع. وبعدين اكيد اول كم سنه من العمر وجود الام يعني شوي هو موضوعنا، بس انا حبيت وسع البكار للناس ما يفكروا انه الطفل بيبدا تاريخه من ولادته، لا من قبل، تاريخه من قبل. والولاده من المراحل الصعبه كثير خصوصا اذا كانت ولاده طبيه. طيب نفس هذه المشاكل كمان تطبعوا باولى سنوات عمره، يعني 3 4 5 سنين لحد هلا. يعني بدنا نجرب نفصل لقد ايه بضل بيتاثر، وبعدين بدي اعرف امتين ببلشوا المشاكل عند هالطفل يظهروا. اوكي، المشاكل فيها تكون انيه، هذا جواب للبارت 2. اوكي، او فيها تكون لاحقا، بس بس يتراكم عوامل زياده ببين. يعني مثل عندك كبايه عبيتي شوي منها ما بين شيء بالاول، بيجي مشاكل جديده بالمدرسه، بيجي مشاكل بالبيت، مشاكل كذا، بس تتعبى الكبايه بتطفى بصير يطلع سيمتومز بسميهم اعراض مرضيه. سؤالك الاول كان متى بيصير هالشيء؟ بكل الاعمار ممكن يصير هالشيء. شو ذكريني بس عم بحكي انا لحد امتين بضل ينطبع؟ يعني سنتين ثلاثه اربع بضل في ممكن يتعرض لصدمات ثانيه هون ساعتها، بس هو واعي اكثر صار. يمكن الوعي ما كثير بيساعد، الجهاز العصبي ما بكفي الوعي. الناس تفتكر انه الوعي بيساعد كثير، بس الوعي هو جزء من الدفاعات يلي اذا عرفنا المشكله بنرتاح شوي انه عارفين المشكله بس ما انحلت. هلا هذا في وراي طبخ صح. إذا أنا جوعان كتير عم نفكر بالطبخ، نفكر بالطبخ، بس إذا ما أكلت وعي للطبخ ما بيفيدني. الوعي منه شيء واحد بده يطبق شيء وينفذ شيء. صح. فنفس الشيء يعني هالأشياء اللي بتصير مع الطفل بتأثر بكل الأعمار، ولكن في فرق بالتأثير. أول شيء بالأعمار الصغيرة في حاجات معينة للطفل يلي لازم تتلبى، هي غير عن حاجات الخمس سنين، هي غير عن حاجات الخمستاشر سنة. صح. فالمشكله بتصير وقت لي الحاجات يلي بتتعلق بعمر معين ما عم تتلبى. فنحن سالتيني باي اعمار؟ كل الاعمار، كل الاعمار. ولكن طفل البيبي بده لمس، ما بده كلام كثير، بده كلام عاطفي ونغم وابتسامه ولمس كثير، كميه كبيره من الحضن واللمس. ما بده تفسير،
ما بيفهم تفسير، ما بيعني له شيء. الطفل يلي بمرحلة يلي هو عم يعمل تعلق، هذه جزء من اللي بدنا نحكيه اليوم إذا في وقت. أزمة التعلق بتكون وقت اللي الأم ما بتكون متوفرة كفاية، إما بشغلها أو بمرض أو بسفر أو أي شيء، أو انشغال ببيت تاني. ليش كمان. ليش دائما عندنا مشكلة بس يصير تضرب الغيرة؟ بتضرب الغيرة، والغيرة شو معناتها الغيرة؟ معناتها خايف، الطفل الكبير خايف، هو منه عم بيغار بس مجرد انه يعني حسد او شيء، هو عم بيخاف انه دور الام تجاهه يتغير. فبكل هالاعمار بدنا نشوف كل عمر شو مطالبه، ونجرب نلبي حاجات البيولوجية والنفسية والجسدية لهالطفل، واكيد ما نزيد عليه اساءة. هذا موضوع بحيله، بس تلبية الحاجات هو القصة كلها. فالام لازم تكون واعي، والمحيط تبع الام، وإذا الأم مش موجودة في الكير تيكر الموجود، ما بعرف مين بيكون يلي عم كمان يهتم الطفل، بده يعطيه المتطلبات يعني كل عمر بعمره. واحدة من المتطلبات يلي الناس ما بتوعى لأنه بين عمر الست أشهر وحوالي 3-4 سنين، واحدة من المتطلبات غير عن الأكل والشرب والعناية وكذا، هو وجود كير تيكر واحد. أوكي، هذا السيجنيفيكنت كير تيكر أو البرايمري كير تيكر، هذا الأساسي. ليش؟ لانه عم يعمل شخصيته، ويعني انسي الاكل وانسي الشرب، بحاجه لاستمراريه بالعلاقه، لان هو بالاساس عم يكون تفاعله مع المحيط على شخصيه هالشخص هيدا، وفهمه للبلو برنت بدك، الخريطه الطريق لكيف يتفاعل مع الاخرين القريبين والبعاد والمحيط تبعه كله من هالشخص هيدا. هاي ما كثير تزبط معنا، لأنه إحنا عم نقول الأم والبي لازم اثنيناتهم يكونوا موجودين والهيدا، وعنا بمجتمعاتنا مساعدين وعنا صحيح. كل العائلة، التيتا والجد والعمة والخالة وكله بيتدخلوا. 100% في دراسات صارت عن أزمة التعلق، عملها جون بولبي وماري أينزورث وغيرهم، هدول عمالقة بعلم النفس، بتبين أنه بهالفترة الحساسة يلي هي 6 أشهر أو 9 أشهر ل3 سنين 4 سنين حسب كل طفل، بصير رفض للآخرين، بفوت حدا غريب على البيت، الطفل بيبكي بتعلق بأمه، بتعرفيها يمكن أكيد، وهذا الطفل بتعلق بشخص واحد، يمكن يكون المربي، يمكن الأم مشغولة بشغلها بأسباب مادية، يعني بيكون في مربي، هالمربي إذا بعتناها على بيتها قبل هالفترة ما تنقطع بصير كارثة بالبيت. كمان كارثة. وهون الطفل يعني فعليا عم يتعرض لكارثة، بس الأهل بيفكروا إنه كونها هيدي مش الأم أو مش البي، الطفل ما لازم يحس بشيء. لا، مع الأسف خلينا ننبه الأهل، يا بيكونوا هني يا بيكون حدا، وهالحدا إن شاء الله يكون موجود لحد عمر 4 سنين تقريبا بشكل ستيبل، لأن هذه حاجة بيولوجية وذهنية للطفل، وإذا صار في بريك بهالفترة هيدي، إما بسفر أو أي سبب أو وفاة أو شيء، نحن هون معرضين لمشاكل التعلق يلي بتأثر على كل العلاقات بالمستقبل، العلاقات الحميمة، العلاقات مع المجتمع ككل، علاقته مع نفسه، قدرته على التراست، يثق بالناس. بصير في دايما خوف انه يفقد حدا او انه يصير في انفصال، واكثر من هيك ما عنده القدرة يرتبط بحدا عاطفيا، يمكن ظاهريا بيرتبط بس قلبيا بتحسي انه هو بقوقعة يعني. طيب انا بدي يعني بما انه عم نحكي عن هيدي الفترة يلي هالقد غامضة يلي هي اثناء الحمل. اليوم وقت اللي عم بيكون في دراسات وتوعية والى اخره، هل فينا نعمل شيء مثل وقاية؟ يعني اذا الام عرفت حالها انه مرقت بتروما ما بعرف شو هي، هل فينا نعمل وقاية لهالطفل تما يكبر فجأة وتجي هالكباية وتطفح صحيح. عنده إلى آخره؟ فينا نعمل وقاية؟ في إيه، ما حكون كتير أوبتوميستيك يعني، إلى حد ما قدر المستطاع. مثلا أول شيء التحضير للحبل بده يكون قبل بوقت، بده يكون البي والأم بصحة منيحة جسديا ونفسيا. نحن بنعرف إن البي مثلا أكبر من 55 سنة وبيجيب طفل معرض يكون معه انفصام مثلا، لأنه سبيرم صار يعني الحيامن تبع البي صارت ضعيفه شوي ومعرضه لهالشيء، مش عم بقول سبب الوحيد هذا، هذا ريسك ريسك فاكتور. فبعدين الام لازم تكون يعني حاضره حالها لعمليه الولاده قبل بوقت، حتى تكون مرنه عضلات الحوض الى اخره، لحتى ما توجع كثير، لانه اذا وجعت كثير وفات البنج وبطل فيها تدفش والبيبي بطل فيه يتحرك، رح يسحبوه للبيبي والملقط، نحن صرنا هون بتروما، صرنا بصدمه للطفل بشكل خاص، يعني فتنا مغطس. فهذا التحضير. التحضير الثاني نوعية الغذاء،
كثير مهم الام تاكل غذاء مفيد. موضوع بحيله ما حاحكيه بس عمول شو هالنقط الاساسيه. ستريس كثير مهم الام تكون تخفف ستريس ان كان بالرياضه ان كان ستريس. عم نحكي عن ستريس ان كان شو بيعمل ستريس ان كان بالتامل والمديتيشن ان كان بالمساجات ان كان بقربة من زوجها او الاحباء لها ضل قريب لهم بتواصل دعم مستمر لتخفف ستريس. في عوامل اخرى ما لحق احصرها هلا بس كله بيفيد وكله بيساعد. وهي تتوقع مثلا اذا في محل في اصوات عالية كتير صوت بخوف الباباك عفوا الجنين كتير صح كتير بخاف من الاصوات العالية فتتوقع هالشي. الموسيقى العالية قد ما فيها تنام منيح لانه النقص تتغذى منيح لانه النقص كمان بيأثر عليه ما تدخن لانه الاكسجين بينقطع عنه. كلها هي عوامل جسدية نفسية وبتترك أثار إما جسديا أو نفسيا. هيدا الوقاية بما يختص للأم صحيح. أنا بدي وقاية إذا هذا كله للبيبي قصدي يعني أنا عم بقول أنه هاي الوقاية بقبل بفترة الحمل أنا عم بقول لا سمح الله صار شيء وهالطفل هيدا تعرض لتأثر أثناء الحمل من بعد الولادة من بعد هل فينا نساعده يعني أكيد. يعني فينا نقول أنه هيدا طفل أثناء الحمل الأم تعرضت لأصوات عالية شو فينا نتدخل نحن من بعد الولادة كثير منيح. أول شيء بنبلش بعملية الولادة تكون ولادة طبيعية قدر الإمكان نصير نخفف شوي شوي أوكي ماشي. تاني شيء فينا نحمل الطفل كثير لأن هذا الطفل يمكن ما ينام منيح يمكن ما يرضع يمكن يرفض الاكل ما يرضع ما ينام يبكي كثير يمكن يبكي كثير ما بدنا نحمله كثير بدنا نعطيه لمس كثير لان لغه الطمانينه عند الطفل الصغير او الرضيع هي اللمس هي اللمس وهي رضاعه مش بس للقيمه الغذائيه الرضاعه فيها بوندينج فيها تعلق بين الام والطفل بمرحله قبل الست اشهر في المرحله الاوليه بالعيون وبرضاعه واللمس هذا الشيء بيطمن الطفل. إذا الطفل بلش يبكي بدنا ما نتركه لحاله لأنه دائما في سبب ليه عم يبكي أكيد في ست سبع أنواع طفل بيبكي بدون سبب بدون سبب الناس ما يفهموا لأن يعني في حتى أطباء مع الأسف بيقولوا للأم أنه ريفلكس هذا البكاء ريفلكس عند الطفل أو عم ينظف رواية أو حديث من هالنوع يعني منه حديث منطقي أبدا. فلذلك الطفل دائما بس يبكي في سبب يهو جوعان يهو خايف يهو موجوع جسديا يهو بده تنظيف يهو بردان يا بحاجة لحمل يعني الحاجة الجسدية للحمل واللمس هي حاجة مثل ما الأكل والشرب بهالعمر هيدا هي حاجة. نحن عنا بالعكس بصير إنه ما تحمله كتير بتعود أبدا أبدا هذا تحضير لاكتئاب لأن طفل بس يبكي ويبكي ويبكي ويصرخ وما حدا بينتبه له عم يصير عنده بداية اكتئاب بنسميه learned helplessness بحس إنه كل صراخ وكل الأفر تبعه الجهد عم بيحطه ما عم بيجيب نتيجة فهو عم بيأسس لأنه أنا ما عندي فعالية ما بقدر أجيب حدا هذا بعدين بيصير اساس للاكتئاب حتى لو مش واعي لهالشيء بيضل باللاوعي تبعه باللاوعي بيصير يعني عنده كونسبت عن العالم انه انا شو ما عملت ما بفيد ما حدا بيجاوبني ما حدا بيرد علي الى اخره وعلى كبر بتصير اكثر يعني بتصير اكثر خصوصا اذا اجى اكسبيرينسز بعدين يلي بتزيد الطين بله هدول. طيب نحن يعني عم نجرب نعمل قد ما فينا وقايه بس تنقول انه ما قدرنا نعمل كل هالانواع الوقايه هل انواع من الصدمات هيدي على كبر صار في الى كمان تدخل يعني امتى بنبلش انترفنشن في بنبلش على عمر بكير او بننطر لعمر المراهقه أبداً او ابدا كل ما بكرنا كل ما مثل اي شيء مثل كانسر تيومر تلقطيه اول واحسن ما تلقطيه باخر هالمشاكل النفسيه كل ما لقطيها باولها كل ما يكون احسن والتدخل بيكون عبر العلاجات النفسيه خاصة بهالحالة كل حالة إلى علاجات نفسية أكيد. خاصة بها أيام العلاج النفسي إذا كان طفل كتير صغير بفوت الأهل معنا يعني بنعالج العائلة بنعالج الأهل والعائلة والطفل ونعالجهم اندفجولي ونعلمهم وبعدين بنعالجهم نفسية ونخلي هالأشياء المكسورة بيناتهم هالروابط اللي انكسرت نرجع نلحمها لحتى ما يستمر الوضع بالكبر إذا وصلنا للكبر وما حدا انتبه على هالطفل إيه في أوقات ناس ما بتنتبه يعني ما بتعرف أو ما بتعرف تتعامل أو ما في توعية إذا وصلنا لعمر كبير وهالشي كله ما زبط وما كان في مناسبة لتصحيحه في كمان نقدر لأنه دماغ متواعى الدماغ في عنده بلاستيسيتي بنسميها كتير من المرات نشوف شخص كبير مثلا عنده مشكلة بعمر 5 سنين 3 سنين إلى آخره بنقدر نرجعه بنقدر ذهنيا نرجعه
ونحل المشكله العاطفيه، نطلع المشاعر من حزن لخوف الى اخره، وبنرجع نطلعه منه ويتخلص منه، بس مش بمره او مرتين، بدها تكرار هالشغله. بس لا، في امل لهالشيء، في امل لهالشيء. اهلا وسهلا فيك. سوري حكينا كثير اليوم. لا بالعكس، يعني الموضوع بعده بيحمل اكثر، بس المهم انه بلشنا نعطي هالتوعيه هيدي عن هيدا الموضوع بالتحديد، لما نوصل لمحل نقول ليش هيك وشو صار و لا، دائما في سبب، دائما في سبب، دائما في سبب. اهلا وسهلا فيك، ماشي على وجودك معنا. خليكم معنا مشاهدينا كمان مره بريك، واكيد بنرجع بنتابع.